ولكن الثقه هو مين اللي جاب بيتسو موسيماني؟ وجابه ازاي؟ وجابه امتى؟ وجابه في توقيت عامل ازاي؟ افتكروا كده؟ مش فايلر قال لك انا مسافر وهسافر، يعني هسافر وقبل الماتش القبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، وكان مع الوداد بالمناسبه، وقال لك انا هسافر يعني هسافر. ولكن عشان عندنا جمهور بيحترم لعيبته وبيحترم اسم ناديه، وعندنا كابتن محمود الخطيب ولجنة الكرة في الوقت ده قعدوا فكروا ايه الاصلح للنادي الاهلي، بيتسو موسيماني لانه كان عارف افريقيا كويس، جه كسبنا البطولة التاسعة والعشرة ووصلنا نهائي الحداشر. إذن أن الشواهد السابقة تؤدي إلى نتائج جيدة، أو أدت إلى نتائج جيدة خلال 20 شهر اللي فاتوا أو خلال الفترة السابقة. إحنا خدنا كذا بطولة سواء إفريقية أو دوري أو كاس أو سوبر إفريقي أو تالت عالم مرتين أو كذا أو كذا أو كذا. فاللي جاي يقول إيه؟ يقول إن خلينا أو خلوا مجلس إدارة النادي الأهلي يستطيع أن يختار من خلال وجود لجنة تخطيط كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس المنظومة الكروية، شركة الكرة برئاسة ياسين بيه منصور. الأسماء اللي أنا بتكلم عليها دي يعني زي ما قلت لكم قبل كده، كابتن محمود الخطيب ده أسطورة كبيرة جدا في عالم كرة القدم، وأنا بعتبره أسطورة في الإدارة كمان دلوقتي بعد اللي احنا بنشوفه، بعد الرياح الكتيرة اللي بتحصل، وبعد نظرته اللي فاتت وقعدته بعد لما اتغلبنا من سان داونز ورجع. قعدنا 3 سنين بناخد كل حاجة، ووريت لحضراتكم قبل كده في حلقة سابقة كابتن محمود الخطيب قعد نفس القعدة بعد ما خرجنا من في مباراة الوداد، نفس القعدة ونفس التفكير ونفس النظرة. شوف بقى اللي جاي، هنشوف بقى اللي جاي. فاللي دايما بقوله لحضراتكم ان احنا خلينا واقفين ورا نادينا، هنسمع الاخبار وخلينا نسمع فلان الفلاني وعلان العلاني وانفراد، واصله دخل، اصله دخل بظهره، اصله دخل بوشه، اصله ما كانش عايز يكلم اسلام، ما كانش عايز يكلم محمد على بيتسو يعني لما دخل وقعد، اصله ما جاش اساسا، اصله اتكلم في التليفون، اصله مش عارف ايه، اصله الكلام ده كله. هنقعد نسمع الكلام ده، خلينا نقعد احنا كجمهور النادي الاهلي نسمع، وماشي اللي عايز يصدق حاجه يصدقها، اللي عايز يقول حاجه يقولها، ولكن في النهايه عندما تنظر إلى الموضوع خلاص، بيتسو موسيماني شكرا خارج النادي الأهلي. بيتسو موسيماني أصبح المدير الفني السابق للنادي الأهلي، نقطة من أول السطر.